يهدد تدهور الحادة الذي أصاب الكهرباء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المرافق الصحية بشكل خطير، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تصيب مستشفيات القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلتنا نيفين سليم من غزة. أن يتعطل جهاز تنفس صناعي لطفل هنا فهذا يعني موت يلاحق براءة الطفولة في مهدها. فقسم العناية بالأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء بغزة يعمل حاليا بشكل كلي على المولدات الكهربائية المهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة. هذا الطفل يعني صغير جدا جدا، 28 أسبوع، فيعني هذا الطفل بيحتاج لعناية خاصة جدا، وهذه العناية الخاصة تحتاج إلى كهرباء. فهنا الأطفال هذه كلها بدون الكهرباء لا يستطيعون العيش قطعيا. ممكن الأطفال اللي وضعهم كويس يستطيع ساعة ساعتين، لكن الأطفال اللي وضعها تعبان جدا أو عيانة جدا مثل الطفل اللي زي هذا محطوط على جهاز التنفس الصناعي، هذا لو انقطعت الكهرباء حاجة في الجهاز التنفس الصناعي بعد 4-5 دقائق حيتموت الطفل. هذه مشكلة كبيرة، واحنا صعب جدا انه ناخذ احنا الاجهزة ونشتغل يدوي لكل الاطفال، لانه حيكون هنا عندنا طبيب 2-3، عندك 30 حالة، لا يمكن الطبيب انه يقدر يستغل وقته في ال 30 حالة ويشتغلهم شغل يدوي ويعطيهم الاكسجين او الهواء المناسب لهم. كارثة صحية وانسانية ستحل بقطاع غزة، فآلاف المرضى واطفال خدج لم يروا نور الحياة بعد مهددين بموت محقق جراء انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مستشفيات القطاع. أزمة حقيقية تطال كافة أقسام مستشفيات القطاع إثر تعطل عدد كبير من الأجهزة الطبية فيها بسبب قلة الكهرباء. في مستشفيات قطاع غزة تقريبا ما يقارب من 500 جهاز طبي توقف عن العمل بسبب التيار الكهربائي. نحن الآن نعيش في حرب، لا يدخل لدينا أي قطع غيار أو أي جديدة بديلة. فمشفى الشفاء والذي يعد أكبر مستشفيات القطاع بات يعتمد على مولدات كهربائية تعمل فوق طاقتها المعتادة. الكهرباء مهمة للمستشفى، خصوصا لأجهزة العمليات والعناية المركزة، طبعا شيء أساسي. طبعا هذا يؤدي إلى تهديد حياة الناس وحياة المرضى وحياة المستشفيات. المستشفى بتتغذى من محطتين لا يغطي كل الحمل تبعها، فبنضطر احنا لا سمح الله لا صار في المولد الكبير أي خراب أي مشكلة، حتى لما نغير لأنه عم نغير فلاتر سولر فلاتر زيت، بنضطر نوقف على المستشفى ونفصل بعض الأقسام الهامة والحساسة عشان نقوم بهذه المهمة. ويعاني قطاع غزة من مشكلة كهرباء خانقة فاقمها العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة فأوقفها عن العمل تماما. نيفين سليم، الغد العربي، غزة، فلسطين.